بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت علي صيامه، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله
لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمرك وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم. وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلاً عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لعلمك بعاقبة فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فرحان عبدك وجد عليه بفضل إحسانك.
الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخيال باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله. ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين، نكال الظالمين صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح
الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وبارك وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحج والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره
يسيرا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخال اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعث به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجور به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين تشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزفوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ذا الذي كان قبل كل شيء
ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء، يا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها. إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيع فمن للعاصي، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي